بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مفروض الموضوع بتاعنا النهاردة على أمين تعالى أيها الرب يسوع. الآية دي ذكرت في سفر الرؤيا، وهي بتعبر عن اشتياقنا جميعا إن احنا السيد المسيح يجي في مجيئه الثاني علشان نكون موجودين معاه إلى الأبد. الحقيقة الموضوع بتاع النهاردة أنا هقسمه لثلاث نقط. النقطة الأولى عقيدتنا في المجيء الثاني. النقطة الثانية لماذا نشتهي مجيء السيد المسيح؟ والنقطة الثالثة كيف نستعد للمجيء الثاني؟ بالنسبة لعقيدتنا في المجيء الثاني، أنا مجرد هاخد آيات وهقول يعني تعليق على كل آية من الآيات دي. أول آية يوحنا إصحاح 14 من عدد 1 ل 3، ربنا بيقول: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يبقى هنا ربنا في وعد صريح إنه جاي علشان ياخدنا معاه ونكون معاه حيث هو موجود. أيضا الملائكة وعدت إن السيد المسيح سيأتي مرة ثانية. في صعود السيد المسيح بعد ما صعد، فضلوا التلاميذ شاخصين إلى السماء، رافعين عيونهم إلى السماء، فبيقولوا وفيما كان في أعمال صح واحد عدد 10 و11، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض، دول اتنين ملائكة، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. فهنا الملائكة وعدت وأكدت بمجيء السيد المسيح. الحقيقة في مجيئه كل الناس هتشوف، زي ما نقرأ في لوقا 21:27، حينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. وفي التسبيحة بنقول يأتي في مجده ومجد أبيه، ودي متاخدة برضو من كلمات الكتاب المقدس. يبقى هو بقى جاء على السحاب بقوة ومجد كثير، وكل عين كل إنسان هينظره، زي ما بنقرأ في سفر الرؤيا صح 1:7، هو ذا يأتي مع السحاب، ستنظره كل عين والذين طعنوه، يعني حتى الناس اللي هم طعنوا سيد المسيح. طبعا ما يقصدش هنا لونجينوس اللي طعنوا، لكن يقصد كل إنسان جرح السيد المسيح بعدم توبته، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. المجيء الثاني هيحصل ازاي؟ في تسالونيكي الاولى صح 4:16 و17 يقول: لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكه وبوق الله سوف ينزل من السماء. يبقى الملاك هيبوق، رئيس الملائكه هيبوق، وقتها ربنا هينزل على السحاب. الاموات في المسيح سيقومون اولا، اللي رقدوا ومؤمنين دول اللي هيقوموا الاول. طب والناس اللي هتبقى عايشه لغايه مجيء الرب، يعني لو ربنا جه في اللحظه دي احنا لسه عايشين، ايه اللي هيحصل لهم؟ قال: ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. وبولس في كورنثوس الاولى 15 شرح ان قبل ما هنخطف في لحظة في طرفة عين هنتغير، يعني الإنسان هيتغير من الجسد
بتاعنا ده للجسد الممجد، جسد القيامة، وبعد كده نخطف لمقابل الرب عزيز. وبالمناسبة ده مفهوم الاختطاف. إخواتنا البروتستانت بيقولوا على الاختطاف هيحصل قبل الضيقة العظمى. تعليم ده غير تعليم الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس بيتكلم على الاختطاف هيحصل في مجيء المسيح الثاني، زي ما قالنا في تسالونيكي الأولى إصحاح 4، وحتى في إنجيل متى لما السيد المسيح تكلم على نهاية العالم في إصحاح 24 نقرأ كده بالنص: وبعد ضيق تلك الأيام يكون اثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. يبقى الاختطاف بعد ضيق تلك الأيام، بعد الضيقة العظمى، مش قبل الضيقة العظمى زي ما إخواتنا البروتستانت بيعلموا. وهم عاملين سيريس اسمها ليفت بيهايند، على أساس إن ناس هتختطف وناس والبي ليفت بيهايند يقدروا يشوفوا الضيقة العظمى أو هيعيشوا وقت الضيقة العظمى. طبعا الكلام ده مش كتابي. وشرح لنا في متى 24 برضو كيف سيكون مجيء ابن الإنسان. قال: كما أن البرق يخرج من المشارق إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. هل يعرف أحد موعد مجيء السيد المسيح؟ ربنا قال دي سلطان الآب، نقراها في متى 24، يقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي واحد. وفي سفر أعمال 1 لما سألوه قالوا له: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. يجي واحد يقول: طب ما هو بقالنا 2000 سنة ومفيش مجيء تاني، مش عرفنا ان المجيء التاني ده حقيقة؟ بطرس الرسول جاوب على السؤال ده في رسالته الثانية اصحاح 3 عدد 8 و9، قال: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء، ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ. ربنا مش مأجل، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني ربنا لو مأجل ده في مصلحتنا عشان نتوب ونرجع له، لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. السيد المسيح جاي ليه؟ المجيء الثاني جاي ليه؟ نقرأ في متى 16:27، يقول: ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبي مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. فهو جاي عشان يجازينا حسب أعمالنا، يعطي كل واحد حسب عمله. ونقولها في القداس: وحدد يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد حسب عمله. وأيضا سبب تاني نقرأ في عبرانيين 9:8، في سبب تاني نقرأ في عبرانيين 9:28، يقول: هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة بأسري بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. سيظهر ثانية، ده في المجيء الثاني، للخلاص معناه ان احنا هناخذ كمال الخلاص في مجيء الثاني. يعني ايه كمال الخلاص؟ كمال الخلاص دي شرحها بولس الرسول في كورنثوس الاولى 1 عدد 6 وعدد 7، يقول: حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. يوم ربنا يسوع المسيح يوم المجيء الثاني،
ففي مجيئه التاني هيثبتنا الى النهايه بلا لوم. مش كده؟ في السماء ما فيش خطيه، الانسان مش هيقع في اي خطيه، بل هنعيش في حياه بر وقداسه الى الابد. يبقى سيد المسيح جاي للمجازاه، وجاي علشان ياخد الابرار معاه الى الملكوت، وهناك هنعيش في حاله قداسه الى ابد الابدين مع ربنا يسوع المسيح. في ناس للاسف برضو يعني اخواتنا البروتستانت بيتكلموا عن المجيء الثاني ان هنا المسيح جاي علشان يعمل ملك على الارض. هل الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مش مظبوط؟ يعني اخواتنا البروتستانت بيقولوا ان السيد المسيح هياتي ويحكم 1000 سنة على الارض، بيعتمدوا على الايه اللي ذكرت في سفر الرؤيا اصحاح 20 عدد 1 ل 3: ورأيت ملاكا نازلا من السماء ومعه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد وحتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. بعدين في نفس الإصحاح من عدد 7 يقول: ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين ليضل الأمم و ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج ومجوج، ليجمعهم للحرب، الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. طيب، فهم بيروا إن 1000 سنة دي هيكون المسيح هيأتي ويملك على الأرض، وبيفسروا ما ذكر في سفر أشعياء النبي: يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي. بيفسروا دي إن دي 1000 سنة، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب، ويطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي في أشعياء 2 عدد 4، وجزء الأولان يسكن الذئب مع الخروف، ده أشعياء 11 من عدد 6 لعدد 9. طبعا الكلام ده مش كلام سليم. ليه بقى؟ زي ما احنا شرحنا ان مجيء السيد المسيح للدينونة، هو مش جاي علشان يملك على الأرض. وفي مثل العذارى الكاهلات والحاكمات واضح ان ربنا جاي علشان يدين الأرض، وزي ما نقرأ في رؤية 22 عدد 12: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما سيكون عمل. النقطة الثانية: لو إحنا وافقنا على مجيء المسيح يملك على الأرض 1000 سنة، يبقى سيد المسيح هيجي 3 مرات: المجيء الأول للتجسد والفداء، المجيء الثاني للحكم الألفي، والمجيء الثالث للدينونة. وده تعليم ضد كتاب المقدس اللي اتكلم على 2 مجيء فقط للسيد المسيح. ثم ما معنى ان السيد المسيح يملك 1000 سنة بعدها يحصل خراب على الأرض؟ يعني الكلام ده كلام ليس له معنى، او يحصل خراب روحي
ويستعلم إنسان الخطية. إيه فايدة الملك الألفي لو هيبقى بعديه في خراب مادي وبعديه في خراب روحي؟ وهل معقولة بعد ما المسيح يملك 1000 سنة على الناس بكل التأثير الروحي يستطيع الشيطان أن يضلهم ويوصلهم للارتداد العام ويحصل الخراب الروحي والخراب المادي ده؟ ده بالإضافة أن السيد المسيح رفض الملك الأرضي وقال مملكتي ليست من هذا العالم. وفي يوحنا 6 لما أراد الجموع أنهم يختطفوه ويجعلوه ملكا هرب إلى الجبل، ولما الشيطان في التجربة على الجبل قال له أعطيك جميع ممالك هذا العالم، رفض السيد المسيح. فالسيد المسيح رفض هذا الملك. أيضا في بشارة الملاك للعذراء قال على السيد المسيح ولا يكون لملكه انقضاء، يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء. فلو المسيح هيقعد 1000 سنة يبقى يعني ملكه انتهى بعد 1000 سنة. ونقرأ في نبوة دانيال إصحاح 7 عدد 14 فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل شعوب والأمم والألسنة، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. يبقى إذن حكاية أن يملك على الأرض دي مرفوضة لأن السيد المسيح رفض الملك الأرضي وملكه ليس له انقضاء. أمال إيه معنى الملك الألفي؟ أفهم إزاي أن المسيح هيملك 1000 سنة؟ فاكرين في حادثة التجلي، الحادثة دي سوري قبل التجلي، قبل حادثة التجلي ربنا قال لهم أن من القيام هنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. ده قبل حدث التجلي على طول. والناس كتيرة بتقول طيب احنا ازاي هيشوف المسيح جاي في الملكوت بتاعه؟ الحقيقة المسيح ملك على الصليب. ليه؟ الشيطان كان ملك العالم أو رئيس العالم لغاية لحظة الصليب، وبعدين على الصليب السيد المسيح قيد الشيطان وابتدى يأسس الملك بتاعه. فملك المسيح ابتدى تحت مع الصليب، زي ما بنقول في مزمور 95 الرب قد ملك على خشبة، وأيضا في كلوسي 1 يقول ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى هنا كلمة نقلنا إلى ملكوت ابن محبته بيتكلم في الماضي، بولس الرسول في كلوسي إصحاح 1. يبقى نقلنا إمتى إلى ملكوت ابن محبته؟ ده في يوم الصليب. وبولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 15 تكلم على ملك الابن وملك الآب، وقال إن الابن لابد أن يملك حتى يخضع جميع الأعداء تحت قدميه، وبعد كده هيسلم الملك لله الآب وبتكون النهاية. يبقى إذن الملك الألفي بيبتدي بملك المسيح على الصليب إلى أن يسلم الملك لله الآب في المجيء الثاني، وزي ما معلمنا بولس الرسول قال في كورنثوس الأولى 15 إن بعد كده النهاية. طيب ليه 1000 سنة؟ كلمة 1000 ده عدد رمزي زي كل الأرقام في سفر الرؤيا. 1000 هي 10 في 10 في 10، ولو 10 هي رقم كمال فيبقى 1000 دي هي فترة غير محدودة فيها ملك المسيح يملك علينا، وده ملك كامل وملك لا نهائي، لأن 1000 هي مضاعفات رقم 10. وزي ما بطرس الرسول قال لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة هي يوم واحد. وبرضو فترة 1000 سنة دي الشيطان مقيد، وإحنا عارفين أن الشيطان تم تقييده في يوم الصليب. فبإذن الملك الألفي ابتدى بصليب السيد المسيح.
طيب يجي واحد يقول طب ما الشيطان احنا المفروض مقيد دلوقتي، بس احنا شايفين حرية للشيطان. كلمة مقيد لا تعني إلغاء عمله تماما أو إبادته، إنما معناها إن اتحطت قيود على حريته. فلما كان في حريته الأولى خلى العالم كله يبقى فساد وعبادة أصنام. حتى إسرائيل شعب الله المختار في العهد القديم كان قليلين إن هم بيعبدوا ربنا، ومرت أوقات ما كانش فيها ولا بار واحد، زي ما نقرأ في أرميا: طوفوا في شوارع أورشليم، انظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها، هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ دي في أرميا 5:1. وبولس الرسول يقول: الجميع زاغوا وفسدوا معا وعوزوا مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. دي في روميا، لكن هو واخدها من مزمور 14 عدد 3. فالشيطان مقيد، يعني محطوط قيود، لكن لما يحل الشيطان هيبقى بقى في ضلال شديد يشبه ما قبل مجيء المسيح، ما قبل مجيء المسيح في التجسد. يعني مش كده ربنا قال ان الشيطان لو امكن يضل المختارين، ولو لم يقصر تلك الأيام لم يخلص أحد، وهيكون في ارتداد عام، زي ما نقرأ في تسالونيك الثانية أصحاح 2، قال إن لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. فيبقى لازم نفهم فترة تقييد الشيطان إنها فترة يعني مؤقتة، وتقييد معناه إن هو محطوط حدود على الحرية بتاعته. احنا اتكلمنا كده على عقيدتنا في مجيء السيد المسيح المجيء الثاني. طبعا في نقط كتيرة زي العلامات التي تسبق المجيء الثاني، في علامات كتيرة، بس في علامتين مهمين ذكرهم بولس الرسول في تسالونيك الثانية أصحاح 2، اللي هي الارتداد وظهور إنسان الخطية. إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية، وده اللي هيجلس في الهيكل ويقول إن هو إله. طيب النقطة الثانية، لماذا نشتهي مجيء السيد المسيح؟ ليه احنا نشتهي مجيء السيد المسيح؟ سفر الرؤيا عبر عن مجيء السيد المسيح، وإن الكنيسة تتاخد للسماء زي عروس بتزف إلى عريسها. وحتى في مثل العذارى الحاكمات والجاهلات قال دولت عذارى منتظرين العريس، متى يأتي العريس. وزي أي عروس تبقى مشتاقة إلى يوم الزفاف، فإحنا كلنا مشتاقين إلى هذا اليوم، يوم الزفاف، يوم إن إحنا نتحد بالله اتحاد دائم. ولما نتحد بالله هنخلص من الخطية، هنخلص من الفساد، هنخلص من كل الأمور التي دخلت العالم بسبب الخطية، زي المرض، الجوع، الفقر، الموت، الحزن. هنبقى في أبدية مفرحة وفرحانين بمعية ربنا ومعية القديسين. الإنسان اللي مش تايب هو اللي يخاف من المجيء التاني، إنما أي إنسان تايب يبقى فرحان ويقول كده زي ما قيل في سفر الرؤيا: أمين تعالى أيها الرب يسوع. ده اللي بيخلي الكنيسة بتعتبر إن يوم ميعاد القديسين ده يوم عيدهم، لأن ده يوم الزفاف، النفس اتزفت إلى عريسها ربنا يسوع المسيح. بولس الرسول في فيلبي الإصحاح الأولاني وهو موجود في السجن قال: أنا عارف إن ربنا هيخرجني من السجن، بس ربنا هيخرجني من السجن يا إما للسماء يعني هستشهد، يا إما هخرج لخدمتي. وبعدين يقول: أنا محصور بين الاتنين، مش عارف أيهما أختار، أختار إن أخرج للفردوس ولا أخرج لخدمتي. وقال: أنا لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد أخرج لخدمتي ألزم من جهتكم.
لسه انتم محتاجين خدمتي. فهنا واحد زي بولس لانه كان مستعد كان محتار يطلب ان هو يخرج للسماء ولا يخرج للخدمة بتاعته، وعبر عنها وقال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. السماء ده المكان اللي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، المكان اللي بنعبر عنه في سفر الرؤيا، سوري، في أشيط الراقدين، يقول ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. فأي نفس تائبة مستعدة تقول لربنا أمين تعالى أيها الرب يسوع. والحقيقة نهاية حياة كل إنسان ده يعتبر نهاية العالم بالنسبة له. يعني لو العالم لسه فاضل له 1000 سنة، 2000 سنة، 10,000 سنة، ولكن أنا حياتي هتنتهي بعد كام سنة، هستفيد بإن العالم لسه فاضل له 10,000 سنة؟ من هنا لازم نكون مستعدين. وربنا دايما لما اتكلم عن المجيء التاني اتكلم على أهمية الاستعداد. يعني مثلا شوفوا ربنا يقول لنا في لوقا 21 عدد 34 ل 36، فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. قال خلي بالكم، اوعى قلبك يبقى قلب ثقيل من هموم الحياة وملذات الحياة ويجي لك اليوم ده بختة. ويحذرنا مرة تاني ويقول لك كما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، كانوا ملهيين إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. فين التحذير إن احنا نستعد ونكون سهرانين لمجيء السيد المسيح؟ وبرضه في متى 24 لما اتكلم على نهاية العالم، الفسروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. من هنا بقى ثالث نقطة عايز أتكلم عليها النهاردة، كيف نستعد ويعني إيه نسهر؟ كيف نستعد ويعني إيه نسهر؟ أول حاجة عايز أقولها، إحنا بنستعد لأن إحنا لا نعرف لحظة الموت. كل يوم بنسمع عن أطفال، فتيان، شباب، أدلت، ناس كبار في السن بينتقل. فما فيش حد يعني محصن ضد الموت، لا أطفال صغيرين ولا فتيان ولا شباب ولا أدلت ولا ناس كبار في السن. فإحنا مش عارفين إمتى هتيجي اللحظة دي، فمفروض نكون مستعدين. الحاجة التانية إني زي ما نقرأ في عبرانيين إصحاح 10، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. يعني الإنسان اللي هو مش مستعد وهيقف قصاد ربنا ده هيقول كده زي ما نقرأ في سفر رؤيا، أي للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من غضب الجالس على العرش. في عبرانيين 10 يقول من خالف ناموس موسى على فم شاهدين أو ثلاثة يموت بدون رأف، فكم عقابا
تظنون أنه يستحق الذي داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنس واصدر بروح النعمة. وبعدين يقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فبدل ما احنا نقف بعد الشر يعني ونقول ان للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش، احنا مفروض نقول مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، امين تعالى ايها الرب يسوع. ايضا احنا محتاجين نستعد لانه لا توجد توبة بعد الموت. كل يوم بنصلي في صلاة النوم ونقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ فيش توبة، ليس لا يوجد في التراب من يسبح ولا في الموت من يسبح. فعش كده نقول انهضي من رقات الكسل وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة ارحمني وخلص. أيضا ربنا في وعد جميل قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أي حد هيرجع لربنا مهما كانت خطاياه ربنا هيقبله. شوف واحد زي اللص اليمين عاش حياته كلها في الخطيئة، بالعكس ده على الصليب برضو ابتدى مع اللص الشمال يشتم السيد المسيح. وبعدين نعمة ربنا لمست قلبه فراح قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طبعا العبارة دي عبارة قوية لأنه قالها وسيد المسيح ظاهريا في ضعف، يعني اللي يشوف يفتكر سيد المسيح ضعيف مصلوب على الصليب زي ما بنقول يوم الجمعة العظيمة في أمانة اللص، ما رأيت الرب متجليا على جبل طابور بل رأيته معلقا على الإقرانيون ولوقتك صرخت قائلا اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك. ربنا قال له لازم تعتذر الأول، لازم تقول أخطيت، لازم ربنا ما قالوش حاجة، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. الله يقبل الخاطئ، إن كان ربنا قبل اللص اليمين هيقبل أي حد. إحنا في طرح بنقراه في الجنازات، فمن ضمن الطلبات اللي بنقولها نقول افتح يا رب لها لهذه النفس يعني باب الفردوس كما فتحته للص اليمين. يعني بنقول يا رب اللص اليمين ده جالك في آخر لحظة وقال لك جملة واحدة اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك، زي ما فتحت الفردوس للص اليمين حتى لو الشخص ده كان جالك في آخر لحظة في حياته وقال لك اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك، افتح له باب الفردوس زي ما فتحته للص اليمين. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ ان ربنا يقبلنا من غير شروط، نرجع له بس. قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا، احضانه دايما مفتوح على الصليب. الشيطان دايما بيحاول يوصل لنا ان القداسة صعبة، لكن الحقيقة القداسة في العهد الجديد سهلة جدا جدا، لان معانا نعمة ربنا. أولا إحنا جوانا الروح القدس، فالروح القدس بيساعدني إن أنا أحافظ على الوصية. أي وصية في العهد القديم كانت صعبة إن الإنسان يحفظ الوصية لأنه كان بيجاهد بذاته فقط، إنما في العهد الجديد أنا معايا نعمة الروح القدس. في العهد القديم سليمان وداود وشمشون ما قدروش يحفظ وصية لا تزني، في العهد الجديد عشان معانا نعمة ربنا، ربنا ادانا مستوى أعلى الوصية. قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فأنا معايا نعمة.
يقول معلمنا يوحنا: ونحن نعلم أن وصاياه ليست ثقيلة. ليه وصاياه ليست ثقيلة؟ لأن معايا نعمة ربنا، معايا نعمة ربنا، فالقداسة سهلة. طيب، ولو واحد قاوم عمل الروح القدس وقع في خطية، آخر الدنيا يعني؟ افرض واحد وقع في الزنا، في السرقة، في القتل، أي خطية، ربنا يقول لك ما تقلقش، أنا حملت خطاياك دي على الصليب، كل خطاياك أنا حملتها على الصليب. هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، وفي غفران للخطايا اللي انت وقعت فيه، بس ارجع تايب وندمان ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا اي خطيه. في اسهل من كده ايه؟ يعني انت معاك الاول نعمه عشان ما تقعش في الخطيه، وبعد كده حتى لو وقعت في الخطيه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا. أنا ما بقولش إن إحنا نتساهل ونقول أنا أقع في الخطية وبعدين أروح أعترف، لا. لكن أنا بجاهد، ولو وقعت في الخطية عن ضعف مش آخر الدنيا. طب يا رب لغاية كم مرة هتسامحني؟ كم مرة؟ بطرس قال له: يا رب كم مرة سامح أخويا؟ 7 مرات. قال له: 7 في 70. معقولة ربنا علمنا إن إحنا يعني نسامح بعض 7 في 70 وهو ما سامحناش؟ لا، ربنا بيسامحنا عدد لا نهائي، لأنه مات على كل خطايانا، كل خطاياي اللي عملتها في كل أيام حياتي هو مات عنها. فأي خطية أنا هعملها ربنا أريد مات عنها، بس أرجع له في توبة وفي اعتراف هيغفر لي. يبقى إذن القداسة سهلة، أوعى تصدق الشيطان لما يقولك القداسة صعبة، القداسة مفيش أسهل منها. طيب أتوب إزاي؟ زي ما قلنا هي التوبة اليومية. أستعد إزاي؟ آسف، بالتوبة اليومية. التوبة اليومية هي الرجوع لربنا. أنت مثلا لو غلطت في واحد بتحبه هتروح تعتذر له. أنا لما بغلط في ربنا بعتذر له، ده سر الاعتراف والتوبة، بعتذر له في صلاة الشخصية، وبعدين بروح له بيني ما بينه بقول: يا رب أخطيت في حقك، سامحني يا رب، أنا غلطان في حقك. ده سر الاعتراف، وده مفروض كل يوم بقدم توبة. أحد الآباء قال: اليوم الذي لا تجلس فيه مع نفسك لا تحسبه من أيام حياتك. كل يوم أنا بقعد فيه مع نفسي وبراجع نفسي وبقدم حساب. عارف، لو كل يوم انت قدمت حساب، فربنا يديكوا جميعا طول العمر، لما يجي واحد يوم انتقاله يبقى عليه كم يوم يقدم حساب؟ اخر يوم بس. لكن لو واحد ما بيقدمش حساب عن خطاياه كل يوم، فيجي لحظة انتقاله عايز يقدم حساب على حياته كلها، لأن أي خطية نتبت اعتراف عنها ربنا قال: لا أعود أذكر خطاياكم. كما بعدت الشمس سوري كما بعدت مشارق الشمس عن مغربها هكذا أبعد عنا معاصينا. ربنا أبعد معاصينا عنه وقال: لا أعود أذكرها. فأي خطية أنت تبت عنها واعترفت بيها ربنا مش هيذكرها. فيجي في اليوم الأخير تلاقي الحساب بس على يوم واحد. ولو واحد بيحاسب نفسه أول ما بيقع في الخطية، ما بينظرش بآخر اليوم، بيحاسب نفسه دقيقة بدقيقة، فهيك حتى في اليوم الأخير هيلاقي عنده يعني بضعة خطايا قليلة هو اللي عايز يقدم حساب عنه. فمهم جدا التوبة اليومية. النقطة الثانية في كيف أستعد، زي ما قلت لكم إحنا ربنا مدينا النعمة، النعمة اللي هي هتساعدني في إن أنا أحيا حياة مقدسة مع الله، اللي هتخليني أقول: ونحن نعلم أن وصاياه ليست ثقيلة. النعمة دي موجودة، بس أنا لازم أدخل في دايرة عمل النعمة عشان أتمتع بالنعمة دي. طب أدخل إزاي في دايرة عمل النعمة؟
عندنا حاجة اسمها وسائط النعمة. وسائط النعمة كلكم عارفينها، اللي هي الصلاة، الكتاب المقدس، حضور الكنيسة، الصوم، الاعتراف، تناول، اجتماعات الروحية. دي كلها وسائط بتدخلني في دائرة عمل النعمة. فكل ما أكون أنا بمارس وسائط النعمة دي في حياتي، هبقى أنا داخل عمل نعمة ربنا، تبقى نعمة ربنا بتعمل معايا وشيلاني باستمرار. فهتلاقي سهل جدا أن الإنسان يحيي حياة القداسة، مش بشطارته الشخصية، لكن لأن النعمة تحمله والنعمة بتسنده في جهاده. أيضا في الاستعداد نقطة تانية مهمة هي الإرشاد الروحي والتدبير. الذين يسلكون بلا مرشد يسقطون كأوراق الشجر. فكل إنسان، كنيسة روحية عندنا، كنيستنا كنيسة تلمذة، لازم أكون تلميذ لأب مختبر عشان يعلمني في طريق الحياة الروحية، يعلمني الحرب مع الشيطان إزاي أقدر طريق النصرة، زي ما بولس الرسول يقول ونحن لا نجهل الأفكار ولا نجهل الحيل. فمين بقى اللي هيعلمني؟ لازم يكون أب مختبر، هو اللي بيعلمني وأنا بتلمز على إيده وبروح بعترف أمامه على عن خطاياي، وهو بالسلطان اللي واخده من ربنا بيعطيني الحل من هذه الخطايا. أيضا كيف أستعد؟ كلنا بتجيلنا فترات فتور، يعني مثلا تمسك الأجبية تصلي تلاقي الأجبية تقيلة، تفتح كتاب المقدس عايز تقرأ ملكش نفس، تروح القداس تلاقي نفسك سهران سرحان طول الوقت، بتحاول تجمع أفكارك مش قادر، تروح تسمع عزة روحية مش قادر. كلنا بتجيلنا الفترات دي، فترات كده ظلمة. هنا دايما الواحد بيبقى محتاج اللي بنسميه مشجعات الحياة الروحية. كل واحد مننا في حاجات معينة بتأثر فيه، ترنيمة معينة، عزة معينة سمعتها، كتاب معين قريته، جزء معين من الكتاب المقدس بيمسك، صلاة معينة، لحن معين. ياريت في نوتة شخصية كده تكتب الحاجات دي، تكتب الترنيمة اللي انت عجبتك، اللحن اللي بيأثر فيك، الآيات اللي هي لمست قلبك، الكتاب الروحي اللي خلى كده دموع تنزل من عينيك، العزة الروحية اللي أثرت فيك. لما تيجي بقى فترة الفطور الروحي، ارجع للكشكول بتاعك أو النوتة بتاعتك دي ودور على الحاجات دي، اسمعها تاني، صليها تاني، اقراها تاني، لأنها لمست قلبك قبل كده هتلمس قلبك تاني، وبالطريقة دي تقدر تخرج من الفطور الروحي. أيضا زي ما بيقول لنا الكتاب، اتنين خير من واحد. لو أنت مش قادر تصلي، صلي مع حد. لو أنت متزوج، صلي مع زوجتك أو مع زوجك. لو إخوات، صلوا مع بعض. ليك صديق روحي، صلوا مع بعض، زي ما ماكسيموس ومديوس كانوا بيشجعوا بعض على الصلاة. وفي ثنائيات روحية كتيرة نسمع عنها في حياة أبائنا القديسين، إبراهام وجوارجي، قزمان ودميان، كتير. فبرضه لازم يكون لك حد بيشجعك في حياتك الروحية. وأيضا الأعمال الصالحة تشفع ليك وتدخلك في دائرة عمل النعمة. روح اسأل على واحد مريض، لو سمعت واحد في السجن روح خد تصريح وزوره واسأل عليه، لو واحد فقير روح وجيب له هدوم، جيب له أكل، وهكذا. ده اللي ربنا قاله، قال كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني. وأعمال الرحمة دي طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. لما نبتدي نعمل أعمال رحمة، نعمة ربنا تحل علينا، وده يسهل لنا حياة القداسة ونسلك في القداسة بسهولة. آخر نقطة يعني عايز أقولها لكم قبل ما أختم، يعني أنا عايز أديكم تدريب.
زي ما قلت لك من شوية، يا بخت الإنسان اللي بيراجع نفسه كل يوم. فلما يجي ربنا يسوع المسيح يحاسبه، هيلاقي نفسه يا إما عنده يوم واحد، يا إما عنده ساعة ساعتين هو اللي ما راجعش نفسه فيهم قبل ما ينتقم. فأنا عايز أديكم تدريب كلنا ننفذه، وأنا أولكم، إن كل يوم بالليل وقف كده 10 دقايق، تخيل يعني ربنا يديكوا جميعا طولة العمر، تخيل إنك خرجت من الجسد وواقف أمام عرش الله، أو تخيل إن أنت المجيء التاني اللي سيدنا المسيح حصل، مش إحنا بنقول أمين تعالى يا رب يسوع، وإن إحنا واقفين بقى أمام المنبر المخوف المرهوب للديان العادل يجازي كل واحد حسب عمله. وقف كده وأنت تخيل كده إن أنت واقف أمام عرش الله وقدم حساب، وشوف هل أنت مستعد للوقوف للحظة دي ولا لا. والتدريب ده ماشي مع صلوات الكنيسة، يعني لما بنصلي مثلا في صلاة النوم، وإذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أكل كثرة الذنوب، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، فتوبي يا نفس ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقات الجسد وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلصني. الصلبة دي عبارة عن إيه؟ واحد متخيل نفسه إن هو واقف أمام عرش ربنا، فلاقى نفسه مرعوب ومرتعب، مرعوب ومرتعب لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. فلما ندي لما نعمل التدريب ده هيساعدنا جدا في إن إحنا نقدم توبة ونرجع لربنا. الخطيئة اللي أنا بتهاون بيها، والخطيئة اللي أنا بتلذذ بيها، والخطيئة اللي أنا مأجل التوبة عنها، وقتها هقول لا ما ينفعش. طب وات إف إن أنا دلوقتي ربنا أخذ روحي وقفت أمام الديان العادل، هعمل إيه؟ كيف أقدم حساب أمام الديان العادل في هذه اللحظة؟ فهتلاقي نفسك ابتديت تاخد خطوات جادة في طريق التوبة. أمين تعالى أيها رب يسوع، دي شهوة كل إنسان تايب وكل إنسان عايش حياة القداسة. ربنا يعطينا جميعا حياة الاستعداد وحياة التوبة وحياة السهر الروحي، عشان كلنا نقدر نقول بفرح أمين تعالى أيها الرب يسوع، لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين. بالنسبة لسؤال الاختطاف، يعني أنا كنت يعني جاوبته في خلال العظة، بس يمكن يعني اللي بيسأل السؤال ده كان جه متأخر. الاختطاف موجود في تسالونيكي الأولى إصحاح 4. معلمنا بولس الرسول كان بيتكلم على ترتيب الأحداث، فقال أول حاجة إن رئيس الملائكة هيبوق، تاني حاجة إن السيد المسيح هينزل على السحاب، وبعدين قال الأموات في المسيح يقومون وهيجوا مع السيد المسيح على السحاب. طيب الناس اللي لسه عايشة لمجيء الرب، يعني لو السيد المسيح جه في اللحظة دي واحنا لسه عايشين، الأول زي ما ذكر في كرونس أولى 15 قال في لحظة في طرفة عين هيتحولوا، قال لا نرقد كلنا ولكننا سنتغير، كلنا هنتغير، لأن الناس اللي هيبقوا موجودين في مجيء سيد المسيح دولت هيتغيروا من الأجساد بتاعتنا المادية دي للأجساد الممجدة. وبعدين بولس الرسول في تسالونيك 4 قال ثم نختطف لملاقات الرب على السحاب في الهواء، وهكذا سنكون مع الرب كل حين. يبقى إذن الاختطاف ده في مجيء المسيح الثاني. إخواتنا البروتستانت بيتكلموا عن الاختطاف إن ده هيكون قبل الضيق العظمى. وطبعا لما نيجي نقرأ في متى إصحاح
24 اللي ربنا اتكلم فيه على المجيء الثاني، يقرا يتكلم على الاختطاف ويقول بعد ضيق تلك الايام. فيبقى الاختطاف هيبقى بعد الضيقة العظمى في نهاية العالم، مش زي ما اخواتنا البروتستانت بيقولوا ان هيبقى قبل الضيقة العظمى. في آية 9، في آية 29 متى 24 29 يقول: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء إلى آخره. وبعد كده في آية 40 يقول: حينئذ يكون اثنان في الحق يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يبقى إذن حتى في متى 24 وضح إن الاختطاف بعد ضيق تلك الأيام، مش قبل ضيق تلك الأيام، مش قبل الضيقة العظمى. فيبقى الاختطاف زي ما بولس الرسول ذكر في تسالونيك الأولى 4، ده اختطاف الناس اللي هيبقوا أحياء لما جه الرب، هيتغيروا في لحظة في طرفة عين، بعدين يختطفوا لملاقاة الرب على الهواء. إنما فكرة الاختطاف ومجموعة الكتب اللي نشروها ليفت بيهايند دي على أساس إن دول اختطفوا، في ناس قعدت ار ليفت بيهايند علشان يشوفوا الجريت ريجوليشن والضيقة العظمى، ده تعليم مش كتابي. والاختطاف بالإنجليزي بيسموه رابشر، لكن إحنا عقيدتنا في الرابشر أو الاختطاف اللي هو العقيدة الكتابية الموجودة في الكتاب المقدس، إن ده في مجيء المسيح الثاني. في سؤال تاني سيدنا عن نزول الجحيم، من زي ما احنا بنصلي في القداس بنقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب، دي يعني ايه إذا بنا مالها مال نزول الجحيم؟ ليه؟ معناها إيه؟ موضوع نزول الجحيم ده موجود في الكتاب المقدس، يعني على الأقل في 2 ريفرنس لموضوع نزول السيد المسيح إلى الجحيم. الريفرنس الأولاني موجود في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس، لما معلمنا بولس الرسول بيقول في إصحاح 4، بيقول من عدد 8: لذلك يقول الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى اللي هو الجحيم. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. فده أول ريفرنس للنزول الجحيم في أفسس 4. الريفرنس الثاني بتاع نزول الجحيم هنلاقيه في بطرس الأولى إصحاح 3، لما بطرس الرسول يتكلم يقول ايه؟ يقول: فان المسيح، من اول عدد 18، ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل الاثم لكي يقربنا الى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن. اللي حصل ان من ساعة سقوط آدم اتقفل باب الفردوس، وكل الناس نزلت الى الجحيم، الأبرار والأشرار، كل الناس نزلت الى الجحيم، لان كان لابد ان في فدية وفداء يتم على الصليب، ازاي يخش السماء ولسه الفداء لم يتم.
لغاية لما السيد المسيح نزل إلى يعني اتصلب على الصليب، وبعدين جه الشيطان يقترب من المسيح وفكر أنه إنسان عشان يأخذ روحه، زي ما ربنا قال رئيس هذا العالم يأتي ولكن ليس له فيه شيء، يأتي عشان يأخذ روحي يقبض على روحي ولكن ليس فيه له فيه شيء، عشان كده قال لي سلطان أن أضحى وسلطان أن أخذ. في هذه اللحظة قيد المسيح الشيطان ونزل إلى الجحيم وكسر أبواب الجحيم ودخل إلى الجحيم وسبى كل الذين الشيطان قد سباهم، المسيح أخذهم ونقلهم معاه إلى الفردوس. وده اللي بولس الرسول يقول سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. فنزل إلى الجحيم وخد كل الأرواح دي معاه إلى الفردوس. فنزل، وعش كده بطرس الرسول قال كرز للأرواح التي في السجن، إن الخلاص تم ودلوقتي هينتقلوا من الجحيم إلى الفردوس. ودي اللي بنقوله في اسمة القيامة لما نقول ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس. الكنيسة بقى بتمثلها في الطقس بتاعها حاجة جميلة قوي. نلاقي إن الساعة 12 في يوم الجمعة العظيمة نفتح باب الهيكل رمز إلى فتح باب الفردوس، وكل الصلوات من الساعة 12 يوم الجمعة العظيمة إلى انتهاء قداس عيد القيامة كل الصلوات تقام والهيكل مفتوح، يعني أفغلمسيس كله يتصلى والهيكل مفتوح، تسبيحة عيد القيامة تتصلى والهيكل مفتوح، رمز إلى فتح باب الفردوس. وبعدين تيجي زفة القيامة توضح الموضوع ده. أنا عارف في تفسير كتير لزفة القيامة أو لتمثيلية القيامة وزفة القيامة، بس الحقيقة يعني من أجمل التفسير اللي أنا هشرحه معاكم دلوقتي، لما بتبقى مقفول الستر الهيكل، الستر ده يرمز إلى أبواب الفردوس، لا يرمز إلى أبواب الجحيم. لما بنقول افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعت الأبواب الدهرية، لا نستطيع أن نقول على أبواب الجحيم هي أبواب دهرية، لك دي أبواب الفردوس. فبيبقى في ملايك اتنين شمسة برة بيمثلوا اتنين ملايكة، والكاهن جوه زي كروبيم اللي بيحرس شجرة الحياة، لأن الكاهن واقف جوه ومعاه جسد الرب ودمه على المذبح. وبعدين لما بيقول المسيح قام بالحقيقة قام، وبعدين يقول افتحوا أيها الملوك أبوابكم ارتفع أيها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد، دي الملائكة التي كانت تصاحب المسيح مع أرواح القديسين وهم طالعين من الجحيم ورحين إلى الفردوس. فبيقولوا افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد. لما جوه بيقول من هو هذا الملك المجد، ده مش معناه أنه مش عارفه، ولكن ده سؤال لكي يعلن للبشرية وللعالم وللسمائين والأرضين من هو هذا ملك المجد. فقول هو الرب العزيز القدير القوي في الحروب القاهر في الحروب، هو ملك المجد. وبتفتح أبواب ستر الهيكل رمز الفتح أبواب الفردوس هنا، وبعد كده يدخلوا الأرواح الملائكة الشمامسة بأيقونة القيامة رمز لدخول أرواح الصديقين إلى الفردوس، ومعهم أيقونة القيامة اللي بترمز المسيح. بعدين ينزلوا لصحن الكنيسة زي ما نقرأ في متى 27 أن مع قيامة المسيح قاموا وظهروا الكثيرين في أورشليم. فالنزول لصحن الكنيسة يرمز إلى يعني نزولهم وقيامتهم وظهورهم لكثيرين في أورشليم، ولكن هم رقدوا تاني، عشان كده الزفة تنتهي في الهيكل علامة ان هم رجعوا تاني للفردوس، رقدوا وارتاحوا في الفردوس. فنزل الى الجحيم دي علشان يرد ابانا ادم وبنيه الى الفردوس زي ما بيقول في اسم تانية. لو في أسئلة تاني، لو ما فيش يعني ايه ممكن نترككم بالسلامة.
أبونا أنجلس، في أسئلة تانية تسابونا؟ حاليا يا سيدنا في سؤال كمان يمكن مش ريليتد قوي للموضوع، بس السؤال جه. السؤال بيقول ما معنى هذه الآية؟ فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. كورنثوس الثانية 5:4. الخيمة دي اللي هي الجسد، فبيقول إحنا الذين في الخيمة، إحنا الذين في الجسد نئن مثقلين، بنئن من اضطرابات الحياة، من التمتيش بتاع الخطية، من هموم الحياة. برضو إذ لسنا نريد أن نخلعها، يعني كلنا أحيانا بنخاف من لحظة الموت، فإحنا مش عايزين يعني نخلع الخيمة دي. بنقول بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. عشان كده الحل للأنين وإحنا موجودين هنا في الأرض إن إحنا نلبس المسيح، نلبس الإنسان الجديد. فلما نلبس الإنسان الجديد اللي إحنا بناخده في المعمودية وبيتجدد في سر التوبة والاعتراف والتناول، يبتلع المائت من الحياة. فالإنسان العتيق ده يموت تماما ويبتلع من الحياة من الإنسان الجديد اللي إحنا لبسنا فوقيه. فده معنى الآية اللي هي في كورنثوس الثانية إصحاح 5:4. في سؤال كمان، في سؤالين صغيرين كمان يا سيدنا بعد إذن يا. في سؤال بيقول لماذا بقت بعض العبارات اليونانية في الكتاب المقدس حتى في الترجمات العربية واللاتينية وغيرها مثل أناثيما ومران آثر؟ أحيانا العبارات دي بتكون بتستخدم بين الناس استخدام يعني very common، فلما هم ابتدوا يكتبوا الـ يعني الكتاب المقدس احتفظوا على هذه العبارات أو حافظوا على العبارات دي لأنها كانت مستخدمة بين كل عامة الناس. زي مثلا مران آثى دي كان زي تحية بيقولوها بينهم وبين بعض، الرب قريب. وأنا ثيمة معناها هو الحرمان. فكانت الكلام ده يعني دارج ومشهور جدا جدا، زي احنا مثلا لغاية النهاردة في كلمات قبطية بنستخدمها حتى لو احنا مش عارفينها، بس دخلت في حياتنا وبنستخدمها. زي مثلا كلمة قوطة، قوطة جاي من كلمة قوطاه اللي هي ثمرة. فدي كانت كلمات مشهورة، فلما اتكتب أو ترجموا للغات تانية حفظوا عليها، لأن مثلا كان معروف كلمة أناثيم معناها الحرمان. مران أسد ده كان تحية بيستخدموها مع بعض، زي مثلا لغاية النهاردة في الأديورة نقول كلمة أغابي، أو حتى في الكنائس مائدة المحبة يسموها الأغابي. فدي كلمات تبقى مشهورة فيعني احتفظوا بيها. Thank you سيدنا. في سؤال كمان بيقول هل كانت كرازة السيد المسيح للذين في الجحيم بعد الصليب قاصرة على أبرار العهد القديم فقط بل امتدت كذلك أيضا للأشرار؟ الأباء قالوا لما نزل السيد المسيح إلى الجحيم الأشرار لم، لأنهم عايشين في ظلمة لم يشعروا ولم يبصروا نور السيد المسيح، إنما اللي أبصروه الأبرار فقط، وهم دولة اللي السيد المسيح أخذهم معاه ونقلهم من الفردوس. إنما الأشرار كانوا في ظلمة شديدة لم يبصروا نور المسيح لما نزل إلى الجحيم. يقول لك ونحن جالسين في الظلمة وظلال، جالسين في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور عظيم. النور ده ما شافوش غير الأبرار، إنما الأشرار ما يدروش يروا هذا النور. مرة تانية أنا بشكركم جميعا على اللقاء ده، بشكر سيدنا نيافت الحبر جرين أندامينا اللي سمح أيضا بترتيب هذا اللقاء، بشكر أبونا أنجيلس أبونا صميل كل الأباء وكل الشعب المبارك في هذه الكنيسة المباركة العريقة، وربنا يعطينا جميعا يعني حياة مقدسة
ونكون مستعدين لمجيئه تاني ونقول له كده أمين تعالى أيها الرب يسوع. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا المخلص يسوع المسيح، شركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.